مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لوفائكم لنا. هذه راسين كاري. FM راسين كاري سيني بامور. وين ما كنتم نحييكم مستمعينا، ان شاء الله تكونوا ممتعين بالصحه والعافيه. تسمعونا تشوفونا على FM TV، ولا اذا كان في كراهبكم باش تسمعونا في الرجوات، مرحبا بكم مره اخرى. تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك لاباج FM. اليوم كالعاده الجروب حاضر في فورما باش يجاوب على الاسئله نتاعنا. مرحبا بيه ابراهيم الطايف. السلامة ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، ان شاء الله نعدي وقايد باهي كذا. ستوفا لا كوب هذايا. كوب ديما خليه هكا شعرك قصير. اي جا فاي فيغ لا بولا زيرو ما الحاجة. لا هكا باين باين باهي. نبداو بواحد و حسين مرحبا بكم، مرحبا بغازي، مرحبا بانس، مرحبا بماي، مرحبا ببنتي بيان سور. ومرحبا بالمستمعين. بيان سور هذاك من الاول، هذاك راس المال والمستمعات. وان شاء الله نعديو امسيه طيبه كالعاده، وملتقانا الاسبوع القادم ابارتير من الخمسه بتاع العشاء. فوالا ابراهيم لا تودي ساعتين الاربعه هي الموعد نتاعنا الصيفي، يتواصل ان شاء الله حتى الغدوه ابارتير من نهار اثنين. ندخلوا في برمجه جديده ان شاء الله. مبروكه سعيده على الراديو نتاعنا FM. وراسين كاري تبدل التوقيت نتاعها باش يولي توقيت الشتوي من الخمسه حتى للسبعه نتاع العشيه. رافقوكم في الخروج من المكتب، من الفاك، من الخدمه، من قضياتكم. معاكم ديما راسين كاري، ومعاكم ديما FM. على يساري ناس بن مالك. مرحبا الناس كل، نسلم عليكم. ابراهيم صح الحجامه، ساتفا ميغفي. لحظه لليوم اربعه من اربعه ذكور، اربع رجال معناتها. ما يجيب لنا كارتا من بعد الايميسيون على خاطر اربع رجال كل قاعدين في قهوه. ان شاء الله ما ياثرش غياب العنصر النسائي. لا ما ياثرش. انت عندك معناتها الثقه اللي هم مش باش ياثروا. انا نقول في الحياه بيرسون ما هو انديسبونسابل، ديما نقول. لا سامحني، كي تبدا العنصر النسائي غائب ينجم يعافش. انا نقول في الحياه، ما قلتش في الفرجه. مش لا تحكي العبيد، معناتها انا قلت لك معناتها اي واحد يغيب نجم يتعوض. اي اما كي يبدا معناتها حتى انت كي تغيب يعوضوك، وينك نغيب يتعوض. مش هذا سامي، انا حبيت نقول اللي فما نكهه نسائيه مشو حاجه اخرى يمكن مفقوده. وتنجم تقول لي مي هاي مي المعده هي النكهه النسائيه. مي ديما على مي هذاك سكر محلي محطوط على كلمه. دونك لو بروبليم نو سوبوز بلو. دونك لا تنجم تقول لي انت يا سامي راهو كي نعملوها فيرسيون رجاليه تعطي طعم اخر. لا مانيش باش نقول لك هكا يا اخي. والله فوكو سي كو سيت سيباراسيون اون فام سيس حتى في العمل اليومي سواء مراه ولا راجل بحذاك قوم بخدمتك بالقدا. زوزي يعرفوا يقوموا بخدمتهم بالقدا. ثالث لي كرونيكور غازي عايدي. ونديري حلينا راديو. راديو صدقني تبارك الله. وين انت وين مالا سي غازي؟ في الراديو. انت سي خويا العنصر النسائي مهم وموجود طبعا مهم. ما نقعدوش نركزوا كل مره في الحكايه. هي بيدا وكيحضروا ثلاثه اربعه نساء ويبداوا ما احنا مش نعملوا. هي بيدا نفس الحكايه. هي كاو ما نعملوش عليها محاضره. انا توسي نفهم دون دومين الاشكال مش يا خويا. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يكونوا بصحه جيده وبالف خير. اي سورتو لي تاكسي اللي تبعوا فينا برشا. وان شاء الله نعديو مع بعضنا السويعتين هذوما فيهم شويه ضحك. اليوم سورتو برهوم موجود. الله يخليك. باش يكون فما شويه ضمار باهي هكا وتفريده، وما عادش فما تذمر بالكل، خاطر فما ناس عملت علينا دي رومارك في التذمر شويه. لا لا ان شاء الله في الموجات الايجابيه ان شاء الله. حاجه باهيه يعني يقولوا الموجات الايجابيه تكون موجوده ديما، هذه حاجه مهمه. شكرا لكم اي على تفاعلكم المستمعين. فما شكون يقول لي بربي خليهم يتكلموا سامي، خلي زملائك يتكلموا، خلي فهم يتكلم. امين ما قصيتش، اما كي واحد يحب يعمل محاضره نقص عليه. ضد المحاضرات. اي ضد بصراحه. ضد الخطابات والمحاضرات. فوالا شكرا لكم على التفاعل معنا. وسؤالنا الاول يقول قبل سؤالي، اليوم نحب نقدم تعزيه حاره الى عائله الزمزمي، لاني كانت عندي صديقه نحبها برشا
الله يرحمها يعني بعد صراع مع مرض توفيت. ثريا الزمزمي تحية لروحها ربي يرحمها، هي صديقة معناها عندي برشا 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 نعرفها، ضامرة برشا وطفلة هكا يعني المرض تغلب في الأخر، إن شاء الله ربي يرحمها وتحية لي روحها وإن شاء الله ربي يصبر عائلتها. سؤالي الأول يقول قديش تزيد نسبة استهلاك الوقود كي نقفوا على غفلة؟ معناها ليسانس متعرف لكونسوماسيون في الكهرباء هي مرة أنا طلعت مع إكسبير في هكا عملية تقنية ووضح لي أنه كيفاش طريقة السياقة تأثر بارش على استهلاك الوقود، هذه واحدة منهم. مثلا كي تبدأ واحد يعمل الفران بروس كذاك قديش تزيد نسبة استهلاك الوقود؟ نسبة 30% 50% 23.7% بون هذوما تعرف الأنس هو ينتمي اللي عائلة معينة من الناس اللي هما يحبوا يعملوا ديفيرونس، يعني ديما مهما بسبب ولا من غير سبب. اش قلت لك؟ انت طلبت منا شو هذا سؤال باش تعرفوا يلزمك معناتها مطلع على الدراسة العلمية، احنا كيف باش نعرفوه؟ معناتها كل واحد يرمي رميته وشكون اكثر. لا هو صعيب انه في الفران، معناها صعيبة انك في الفران تقول تاك الليسانس، الفران هي الليسانس تاكل الليسانس. لا الموتور بريسك بريسك. كي تقف على غفلة نسبة استهلاك الوقود تزيد ب 40%. ابراهيم مرحوم قريب، فما برشا حاجات 50 وابراهيم 30 تساهم في ارتفاع استهلاك الوقود على الاستهلاك العادي، منهم كي نشدوا الفران بروسك في الحاله ذي زياده الاستهلاك توصل 40%. من الحاجات الاخرى اللي تخلي الاستهلاك اكثر من العاده هو كليماتيزور. لا بخلاف الاستهلاك هذاك الكليماتيزور هو العجالي كيبداو مفشين العجالي كيبداو مش منفوخين بالكدا ولا زادة ما عندهم معنى منفوخين بارش العجالي يبداو أكثر من الدوزاج لازم يتحط فيهم. أون فيت ثم معلومة غلطة مقتنعين بها برشا من الناس في العالم أنه كيبداو العجالي منفوخين برشا من البريسيون ريكوموندي خير نخليو الكونسوماسيون نتاع ليسانس أوبتيمال، أوغ الحاجة هذيا ماهيش صحيح. بالأرقام نلقاو اللي على كل كيلو من الضغط نتاع العجالي يساوي 2% من الاستهلاك نتاع الكاربيرون. العجالي الضغط نتاعهم يتغير من الصيف للشتاء لأنه حالة الكياس تسخن وقتها لازمك تولي تنقص، ما عنديش معلومة كاملة أنا ولكن لازمك تغير من الضغط من الصيف للشتاء غالبا ما بين 2.4 2.6 حاجة هكا. هو كل عجلة راهو ديمونسيون نتاعها ويقول لك ريكومونداسيون قداش يلزمها معناتها بريسيون قداش يلزمك، دونك كل واحد وكرهبته يعرفها يثبت في العجلة قداه ديما يبدا مكتوب هو راهو في الوحدة نتاع ليسانس ديما ترى العجالي القدامين والتيرانين قداش عندهم هواء. هذا لازمك ديما تتفقده ورد بالك لا يطيح لك الهواء معناتها في العجلة. قلت لك ديما الهواء موجود. تحية لصديقي ياسين الناوي المخرج التلفزيوني تحية ليه دونك وتحية لكل الناس تسمع فينا. ناوي باش يسمعنا في الشتاء ياسين؟ ياسين ناوي يسمعنا في الشتاء والله صدقني تو وليت نتمنى ليميسيون توفى في وقتها. شنو هذا برو؟ اي شنو هي المشكلة اللي صايرة حاليا ما بين الصحف الإلكترونية الفرنسية وجوجل؟ فما مشكل اليوم يا إبراهيم ما بين الصحف الإلكترونية الفرنسية وجوجل. حقوق يظهر لي حقوق نشر. حقوق شنو؟ نشر. شكون ينشر الأخبار؟ حقوق الإشهار مؤلف. حقوق المؤلف، حقوق التأليف. مشكلة فوالا لو كونتوني، مشكلة بخصوص دفع رسوم مرتبطة بحقوق التأليف واللي تتسمى الحقوق المجاورة دوا فوازان. وكان نعرفوا الحقوق المجاورة ونعرفوها نلقاو أنهم برانش تتبع الملكية الفكرية والفنية، والحقوق هذم ظهروا في 85 واللي يسمح لأصحاب الأعمال الفنية والفكرية أنهم يسمحوا ولا يمنعوا باستعمال الأعمال نتاعهم، يعني لازم باش يتم إعادة نشر الأعمال ياخذوا ترخيص من عند مولى الخدمة واللي ينجم يطلب فلوس أون كونتر بارتي. في المجال الإعلامي لازم المؤسسة الإعلامية هي اللي تسمح ولا لا باستعمال المحتوى نتاعها خاصة تصاوروا الفيديوهات. ولت البارح بتاريخ صحيح صحيح برشا ولكن الواقع في تونس حاجة أخرى. وانت البارح بتاريخ 8 سبتمبر شركة وكالة فرانس بريس شكيت بجوجل واتهمت العملاق الأمريكي أنه مش قاعد يحترم في الحقوق المجاورة، والمشكلة هذه مش موجودة. نلقاو أنه ديجا من تاريخ 9 أفريل تدخلت مؤسسة
اداريه فرنسيه اللي تنظر في القضايا من النوع هذا واللي اسمها لوتوريتي دو لا كونكورونس. وقتها طلبت من جوجل انه يبدا المشاورات بحسن نيه مع الوكاله الفرنسيه واعطاتهم مهله 3 أشهر باش يفضوا المشاكل ما بيناتهم. المفاوضات هذه ما وفاتش بالباهي وتوجهت حاليا وكاله فرانس بريس بشكوى ضد جوجل اللي استعمل في المحتوى نتاعها من غير ما يخلصها في الحقوق نتاعها. ها جوجل يعني كونسي يا اخو المعلومات هذه لازم يدفع الحق نتاع الملكيه نتاع التاليف الكونتينو الموجود في من وكاله هكا. سي كومبليكي وي ما نعرفش نحكي تحت الكونترول نتاع الاستاذ انس بن مالك اما سي كومبليكي خاطرك الوقت تنجم تقول حتى فيسبوك لا تحترم كذلك الملكيه الفكريه من طرف لي زابوني نتاعها. مثلا انا ناخذ سيتاسيون نتاع ما نعرفش تشرشل ولا حاجه هكا ونحطها في البوست نتاعي وجينوسيد با تشرشل. فهمت شكون المسؤول في يا ترى لابوني ولا فيسبوك؟ فهمت دونك مشكله الملكيه الفكريه هذه الملكيه المجاوره والكل مجاوره معناها اليوم افيك لي ريزو سوسيو مش تفقد كل معناها حرب كبيره اللي اكيد انه الحلول نتاعها غير موجوده اليوم. انت ابراهيم تعرف انه بالنسبه للتلافز مثلا حتى التلافز التونسيه اللي هي اليوم عندها برامج اخباريه راهي تخلص كل شهر للوكالات العالميه ومنهم فرانس بريس تخلصها باش تاخذ المعلومات هذيك معناها بصفه شرعيه ورسميه لازمك تخلص فلوس. حتى هوني تاب حتى تاب قلت لي غاديو سون ابوني في التاب اليوم. انا يظهر لي الموضوع هذا ماهوش باش ياخذ وقت كبير لانه في اوروبا الحقوق الفكريه ما فيهاش حتى لا لا نحكيو على لي ريزو سوسيو غادي تو يحلوه. انت ساعه مشكله عندنا باش تحل مشاكلنا في الحقوق اما البرا يظهر لي فيسع فيسع يلقاو الفورمي. قنوات تلفزيون اليوم حتى قنواتنا عندهم فما ديزيميشن يسميه زابينغ مثلا ويجي ياخذ لك اكستريم الراديو ياخذك اكستريم الراديو. وين الحقوق الملكيه فكره حكايه حتى هذم زاد الموضه قبل ما نمشي الفاصل جوست 30 سكوند الموضه الجديده اللي ظهرت على الديجيتال منذ بدايه مواقع التواصل الاجتماعي اللي فما ناس وحتى دي شان تيلي ولو يعملوا لي كبسول صغيره هكا الاجي بلوس وغيرهم وبرشا ناس حتى في تونس نجحوا في هذا بعدين ياخذ لك يحكي لك تاريخ الاغنيه التونسيه يقول لك بديل هادي جويني غني تا 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 وياخذ لك 15 سكوند وين الملكيه؟ سي سا هذا هو سي ان بو كومبليكي وانتر بارونتيز فما حرب قاعده قائمه توا كاينها على المواقع الكبيره انه فما رسوم قاعده تتضاف. انا شفت تقريبا من 3 أو 4 أيام فما تركيا وفرنسا وما نعرفش شنو البلاد اخرى زادوا في لي تاكس تقريبا بنسبه 15% تقريبا على يا فيسبوك يا جوجل. سي ان بو كومبليكي. يلا فاصل وراجعين باش نكملوا راسين كاريش. يا فهم احنا رجو باش نكملوا معاكم في راسين كاريش. جست عندي ملاحظه صغيره بما انه فما برشا ناس مغرومين ساعات بالاشاعات ويخرجوا لك اشاعات وساعات تبدا الاشاعات هذيا هكا سامباتيك وساعات تكون موان سامباتيك معناها اللي هي تحكي على عباد مرض ولا قدر الله ولا عباد توفى وكما اشاعه منذ ايام على وفاه الفنانه الكبيره سعاد محاسن. ان شاء الله ربي يطول عمرها ويمتعها بالصحه والعافية واللي هي إشاعة تقعد ديما حتى لو كان يفندها ربما عائلتها ولا يعني الناس مقربين لها برشا ناس تسأل وتقول يا بالحق يعني يا هي في صحة جيدة لبس عليها إن شاء الله ربي متاحها كما قلنا بصحتها وماذا بينا الناس اللي يخرجوا إشاعات كما كي يخموا في العائلة متاع الناس هذوما شنو يخموا شنو يحسوا لأنه معناها اتقوا ربي كما يقولوا في حاجتها كما هكا وان شاء الله ديما تقعد الفنانه سعاد محاسن تسعدنا بالحاجات المزيانه اللي قدمتهم لنا في الكاريير نتاعها. تاريخ يا سامي طبعا طبعا اكيد اكيد. يلا جوزيف بريسلي يرجع الفضل في اكتشاف ماده معينه اللي هي الماء الغازي. ماء مش الغاز العيادي مش هاك وحدك لكن الماء الغاز ساكت وحدك عرفت ما هو اسمع فولدي يقرا ساعات على الدبوزه تاع ماء غازي ماء غازي يقول لي بابا يا اخي هو انت نتاعك هذايا نتاعك قول له بابا راه نتاع بابا كما راه هو تو متنازل عليه العم ابراهيم مده صغيره برا. الماء الغازي وحاجه اخرى مهمه برشا شنو هي؟ جوزيف بريسلي ها الماء الغازي شنو اخر زعما
يلا. عالم انجليزي وصيدلي كانت عنده مواقف سياسيه معارضه، وكان يدعو الى دمج حركه التنوير مع الايمان المسيحي بالاله. كانت عنده اراء في برشا مواقف اخرى، الشيء اللي خلاه في اخر المطاف هرب من بلاد لبلاد. ما نجموش نذكروا فضله في المجال الكيميائي والعلمي. هو اكتشف الماء الغازي، يعني قلت لك الكوكا كولا، يرجع الفضل في اكتشاف الماء الغازي، ولكن يرجع له الفضل في اكتشاف الاكسجين. عنده علاقه. هو اكتشف غاز الاكسجين بعد ما عزله في حالته الغازيه، رغم انه قبله بعامين فما زوز علماء من السويد توصلوا للاكتشاف اما ما نشروهش. في 1777 تسمى الاكسجين باسمه الحالي. دونك هذاك نرجعوا للملكيه الفكريه. الملكيه الفكريه اي معناها ما نشروهش البروفي يتقيد بشكون؟ اذا كان ما يتقيدش البروفي وكل تنجم ناخذ لك فكره انت غازي قلتها اورالمون نمشي نستغلها ونعملها. وهذا صاير ابراهيم. دونك حاجه مش ماتيرياليزي فوالا مش ماتيرياليزي. صار لي انا بصراحه زاد صار لي انا يعني فكره. خاطر هذاك علاش زاد التوعيه في حكايه الملكيه الفكريه. برشا فنانين يجهلوا حقوقهم في شكون اكتشف مثلا التليفون ابراهيم؟ جراهام بيل هو اللي تعدى على الاكتشاف. هو اللي اكتشفوا ايطاليا هو. فوالا ايش حابين تقول؟ الكونغرس الامريكي صادق على القانون وانه يمنح اكتشاف الهاتف للايطالي اللي اكتشف التليفون مش لجراهام بيل. وما عادش جراهام بيل. ما عادش جراهام بيل. فهمتني؟ ورجعوا معناتها لقيصر ملك. هو الاخر كان فقير وكل شيء. والاخر استغلوا. لكن هذاك حقيقه ما اكتشف التليفون الايطالي الا المهاجر الفقير مش جراهام بيل. ايه يعني تصير برشا ولا اليوم ولا تصير ياسر يعني. حتى في المره في روبورتاج في اليابان يذول فما شركات ومؤسسات مختصه انها تقبل الافكار، يعني خدمتها تجي مثلا يقول ابراهيم راني انا عندي فكره نتاع دي كبسول على عظماء السينما في تونس، تقيدها لك باسمك وعندها علاقه باللي برودكتور. معناها كي يجي نهار حد مهتم بالفكره بتاع ابراهيم ما تنسبوش الروحه، تاخذ ان بورسنتاج وتعيط لابراهيم تقول له تيان تحب تعمل مع السيد هذا هاو اللي تو بروبوز تون. هذا هو هذه الافكار زاد هذه فكره. هو فما انا ما يعمل شركه هكا ملكيه الفكريه مشغل بتاع هواتف في تونس. اي وقت اللي عمل للشركة عطاه اسم يطلع الاسم هذاك بتاع شركه في صفاقس، شركه تجاره دوليه اللي هي تحمل نفس الاسم. صحيح انه صارت النيغوسياسيون في الخفاء وما تاخذوش، ولكن شو كحمال ياخذ الاسم نتاعو نجموا يناقشوا معاه وياخذ وياخذ حق نتاعو. ياخذ حق نتاعو. نتذكر انه مش حق، هو صدفه. اي صدفه بزهر ومش أي هو بصدفه. هو جاي رزق من عند ربي. رزق من عند ربي. اول لسيت يظهر لي واحده من القنوات الفرنسيه حبت تعمل لسيت نتاعها يظهر لي تي اف ان، يظهر لي رقات انه فما شكون عامل سيت اسمه تي اف ان وكانت مضطره انا باش تشري الحقوق هذيا منه. هو ذا راهو كان فما ناس في العالم استغنات من هالحكايه هذه. على فما شركه كبيره نتاع سبور فما شكون خذا الادريس ميل باسمها هي، وقت اللي جات هي تعمل في الادريس ميل هي بورتون موجوده عند اكثر من 100 سنه. وقت اللي جات تعمل كانوا اوبليجي بيتناقشوا معه وعطاوهم 100 مليون اورو. 100 مليون درو باش تنازل على فما ناس دي. اخرى عندها خدم اللي هي غريبه زاده انه يقترحوا عليهم الاسامي نتاع البرودوي. مثلا انا شو ان فابريكون نتاع بارفان، نجي ونقول فابريكون هذايا الدبوزه هكا وهكا، تقدمها لحد مختص يعطيك الاسم. فوالا. ولا تعطيه الكهرباء ويعطيك الاسم. يعني فما برشا ناس. فما واحد من اصول تونسيه نذكر هو اللي سمى كهرباء شهيره فرنسيه شهيره جدا، هو اللي سماها كي عطاوه البروتوتيب قال لهم الاسم هذا هو هكا. قولي لي في الاوفر تنقولها لك. قولي انا خلينا نعرفوها باش السؤال عندك المره الجايه نعرفوها. مازال تتباع من اكثر الكرهب الفرنسيه اللي تبيعت في العالم. على كل تونسي اي من اصول تونسيه. الوركو فما برشا كراهب في العالم اسامي على مالي الناس اللي هما اللي هما. اما هذه اسم المصنع ولكن حب يعطي الاسم زاده للكرهبه هذه مش لابواغ. لا لا. اشكون المطرب اللي حبس ملحن في اوتيل حتى يكمل اللحن؟ ينجم يكون كان عبد الحليم هذايا. في عبد الحليم ها؟ في بليغ حمدي. في انا غنايه. لا خاطر عبد الحليم يعملها هذيا. موال والله صدقني ما نعرف ايش الحكايه. هو عبد الحليم. اي
في انا غني غازي عملها زاد لا لا مش تعمل هذا غازي ملحن انا ملحن انا عادك نجيب ملحن نقعد انا وياه يحبسني غازي يحبسني بالحق في اوتيل شنو تحب حطوا في اوتيل خمسة نجوم ما كمل ما يخرج الا لما يكمل اللحن اما هو رو بليغ حمدي انا مره حضرت مش بليغ مش بليغ لا انا نحكي لك على بليغ حمدي وقوه بليغ حمدي مرة عمل الغناية قدامي أنا صدفة وأنا صغير كنت موجود في فرنسا وكانوا طالبين منه غناية وفي الليل صدقني ما قعدش فيها نص ساعة الغناية وحضرها جيماجين وان شوت عرفتها غزر لها حط العود حط الورقة وهو راقد صدقني اشترى راقد لحن لهم سجلوها وطلعوا يتجروا على المطار شوية الفلوس هذوما فلوس اي وقتها وعاش في فرنسا ماهوش يوصل فكر الاغنية هي جلست جلست معناها اخر اغنية في تاريخ عبد الحليم هو مغني ملحن مصري عاش ما بين 23 و 95 اكاديميا هو متخصص في الزراعة اما التلحين هو غرام والناس اللي ياخذوا طريق الغرام غالبا ما يهزهم للنجاح ومعناها معناها في الموسيقى حسب رايي انا الدكتوراه والهداري هذوما الكل قبلهم غرام قبلهم هو الموهبه طبعا لانه الموسيقى هي الموهبه اول ما الموهبه ذي كانت عنده خدم مع فنانين بشوي بشويه وعمل اول اغنيه يا عبد الحليم حافظ صفيني مره وتكرر التعاون بيناتهم كانت النتيجه روائع نحكيوا على كامل الاوصاف يا حلو يا اسمر مغرور جبار وبرشا اخرين لحنوا زاد قارئه الفنجان الاغنيه هذه طول برشا محمد الموجي وهو يلحن فيها اكثر من 4 سنين تقريبا والاخر مسكين على بيت بموت وعبد الحليم كان يحب برشا يغني الاغنيه هذيا وكان مريض في حوار صحفي مع عازف الكمان يحيى الموجي ولد محمد الموجي قال انه عبد الحليم حبس بوه في اوتيل واطلع معناها ما قاليش يحيى صدقني قعدت انا وياه قعدات كبيره ياسر عمره ما قالها لي يحيى الموجي ذكرني بذكريات وقال له اللي كانوا يحبوا يزوروا بوهم يكلموه هو قبل كان يمشي معاهم للزياره واللي كان يعاود يسكر عليه باب البيت وفضلوا فيها كل شيء حتى يكمل تلحين الاغنيه اللي من كلمات شكون؟ نزار قباني نزار قباني واللي خرجت في 1976 يحيى انا عملت انا وياها اغنيه فما اغنيه انت فكرتني فيها توا هبطت في اول البوم ليا في روتانا اسمها في فرق هو وزع حالي خاطر هو ولا موزع موزع هو عازف كمان جزادة خدم مع عمرو ذيان هو ديما يخدم مع عمرو ذيان ديما وبصراحه فنان كبير يحيى عمل الذكرى برشا حاجات زاد اخلاق كبيره زاد اخلاقه كبيره يا سامي انت قلت اخر اغنيه صحيحه يا فقرات الفنجان اول اغنيه في عرض غناها عبد الحليم معناتها وتصورت نتفكر كي في سيزون الاولى نتاع راسين كاري وقت ما زدت مش معاكم جيت ضيف في رمضان وسالت سؤال ايش كني وين انا منشط انا انت المنشط السنه الاولى شكون وين استقبلتك ضيف وعلى انا اساس معناها استقبلك ضيف وسالت سؤال هذا وقلت انا اعطيت جواب اخر اللي هو حبيبتي من تكون وقلت لي قارئه الفنجان روحت للدار وتاكدت اللي خرجت بعد وفاته حبيبتي من تكون سجلها هي اخر اغنيه سجلها وخرجت بعد وفاته لكن ما تسجلتش بالطبيعه على العكس اخر اغنيه تسجلت وعمل فيها حفل ولا عرض اللي هي قارئه الفنجان لكن اخر اغنيه هي من تكون حبيبتي رفيقي حق رفيق وحائرون يفكرون يتساءلون من تكون حبيبتي هنا ناقص كان باش تغنيها انت الاغنيه عليك الكلمات علي والاغنيه عليك فرد مره باهي تعرفوا انه فما مهن ابراهيم هي مهده مش انها تمشي تضمحل تضمحل منهم الكاسيير لاجونس دو فواياج وهذوما الكل اللي قاعدين هما يتاقلموا ويحاولوا انهم يخدموا على الديجيتال وعلى دي برودوي اخرين زاده باش انهم يقعدوا موجودين انه نتذكروا قبل كي باش تمشي تشري تذكره بتاع طياره باش تسافر جريده تشري وبعد ولات كارتوني وبعد ولات سوغ بابيي واليوم حتى حد ما يطالبك انك باش تطبع قبل كان المهم الموقع نتاعك لاجونس دو فواياج وين في الشارع وين توا المهم الموقع نتاعك في الانترنت سوغ انترنت شنو هي الصحيفه اللي نشرت مؤخرا مقال كتبوا روبو مش صحفي في اليابان ولا في كوكب في اليابان؟ لا مش في اليابان في لونجلتير في ذا جارديان هي ذا جارديان نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية مقال قالت أنه تكتب بالكامل بنظام جي بي تي 3 وهو نظام ذكي لتوليد اللغة نلقاو أن المقال مكتوب باللغة الإنجليزية جاء فيه من الأول أنا لست إنسانا أنا إنسان آلي
روبو مفكر، أنا أستخدم 0.12% فقط من قدرتي المعرفية، أنا روبو صغير في هذا الصدد، أعلم أن عقلي ليس دماغ شعور لكنه قادر على اتخاذ قرارات عقلانية ومنطقية، علمت نفسي كل شيء أعرفه بمجرد قراءة الإنترنت، والآن يمكنني كتابة هذا العمود، عقلي يغلي بالأفكار. وقال أن الروبو هذا في الارتيكل، مهمة هذا المقال واضحة تماما، أن أقنع أكبر عدد من البشر بأن لا يخافوا مني. حذر ستيفن هوكينج من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعني نهاية الجنس البشري. أنا هنا لأقنعك بأن لا تقلق، الذكاء الاصطناعي لن يدمر البشر، صدقني. وهذا رئيس تحرير كيف يبدلوا وذنيه معناته يعملوا روديماري كي يتغشش عليه شيء يخوف الحقيقة، ما تنجم تعملوا حد شيء عماد اختاته وينه، خلينا نشوف كيف تعمل معه، يعملوا روديماري يسكروا نهار. التقدم العلمي ساعات يولي يخوف الحقيقة، يعني تولي تخاف على وجود الإنسان وتخاف من برش حاجات حاجتها كيه، واللي معاش اكتشاف مفرح نجم يغلط الروبو. فما معناتها نظرية تقول وأنه آجلا أو عاجلا الذكاء الاصطناعي سيفتك مقود الأمور من الإنسان. هذا لو يقول لك زاد لا مفر منه، معناتها خاطر حتى كان أنا عندي اقتناع لحظة سامي، خاطر يقول لك حتى كان تعمل السيكوريتي اللي تعملها الكل، مش السنة عام الجاي بعد 10 بعد 100 بعد 200 بعد 1000 سنة، الذكاء الاصطناعي باش يتفوق على الذكاء البشري، باش يفتك منه مقود الامور. ولذا فما اليوم عشرات الالاف في العالم اللي يتخذوا ديانه جديده ويسميوها المرحله الرابعه في الديانات، معناتها وانهم يعبدوا الذكاء الاصطناعي. يقول لك ما دام الذكاء الاصطناعي بشيخ وبمقود الامور، هو النهارات يعبدوا الذكاء الاصطناعي. لكن حاجه اخرى، فما حاجه اخرى، انه انا يظهر لي يعبدوا الانسان، عملوا الذكاء الاصطناعي مش الانسان هو اللي عملوا بشيء، ولا اقوى من الانسان يفكر الانسان هو اللي عمل كل شيء هذا. هذا ما تفهم فيه الانسان بالنسبه لي ديما سي لو ماتر تاع الحكايه هذه. انا نجم هو بزر ينحي الدنيا، صحيح انه 300 سنه ما كنتش تنجم تعمل تمشي سور انترنت، لكن شكون عمل الانترنت 40 سنه ما كنتش تنجم تمشي. نحكي لك خديتك حاجه اكستريم، انه باش تمشي تشوف معلومه ولا هذا، الكل جاي من الانسان، الكتابه والاكران والالكتريسيتي والانترنت كلهم، فما تنجمش نهار هذم الحاجات هذم هما يوليو يلونفايس الانسان. بالعكس انت تحكم عليه يا سامي بمعايير اليوم، يقول لك راو تطور الذكاء الاصطناعي اللي كل عام يزيد التطور حتى النسبه اكبر، سامحني راو باش يجي نهار والذكاء الاصطناعي باش يولي اقوى من الذكاء البشري، وباش مهما ولكن ديما الانسان مسيطر، لا وباش يفك السلطه. باهي سامحني، الذكاء الاصطناعي هذا مش بالبروغراماسيون يتعمل، ولا بحده كيك يقوم الصباح يلقى روحه يعرف برهوم ويعرف الجماعه وش البقاع، ما هو ذكاء اصطناعي ولا معناها البشر 20 يا غازي. اي لكن احنا تو نمشيو على قد مخاخنا تو، البشر هو اللي اعطاه الذكاء. ممكن انيفيتابل بون 2220 يا انس، ان شاء الله ما تشوفوش النار هذيك، ما نخلتوش عليه ان شاء الله ما نخلتوش. احنا في 30 سكوند قبل الفاصل حكينا مره على البوس سيريبرال هذيا، واللي هو الانسان عملها والانسان يزرعها في مخ، وكي يشوفها ماهيش فيابل الانسان باش ينحيها. المخلوق العظيم هذا الانسان، المخلوق العظيم هذا. يلا فاصل وراجعين في راسين كاري. رجعنا في راسين كاري، نسال على فنانه اكتشفناها في 84 باغنيه مامون اتور. هذا المعلم اللي بحذانا الفرانكوفوني اللي بحذانا، الفرانكوفوني هذا زاد من مواليد 61 في كندا، هي فنانه ومنتجه وملحنه سيلين ديون نتاع اغاني كنديه فرنسيه. عرفت في 84 بغنيه مامون اتور، ومن وقتها بداوا اعمالها يتشهروا في لي بيي فرانكوفون وفي اوروبا الشرقيه. باش تذكرك بخلاف مامون اتور عندنا احنا الاكستري نسمعوه فؤاد. مون ميك ا موا نو؟ لا هذيك شو اسمها هذيك؟ اي دوريجين. فما واحد عنده بروفيل فرانكوفوني هوني نجم يجاوب. ابراهيم فرانكوفوني. لا بروفيل فرانكوفوني. وبليس مولود فرد عام انت وياه. اي. انديد مان ذكرها ولا لا؟ غنيت حتى مع ستينج. مع ستينج جملة شو اسمها فارمر ميلين فارمر. هي ميلين فارمر. اي ستينج فكرت. ستولن كار عندنا الاكستري. ديزونشونتي هذيك في اول التسعينات. ميلان فارمير من الفنانات اللي يفضل ظهور الاعلامي برشا، خاطرها ما تحبش تحكي على حياتها الخاص.
فما شكون ما يحبش يحكي على حياته الخاصه سي بيان. تعرفت بكثره انستغراموز نو تعرفت بكثره انتاجها اللي مازال متواصل توا. كليباتها زاده ديما ما يعملوا نجاح. لي كونسير يحضروا برشا ناس خاطر عندها قوه اداء معناها سور سين. اكثر فنانه فرنسيه باعت دي ديسك نحكيو على اكثر من 30 مليون البوم. هي زادة اكثر فنانه فرنسيه عندها اغنيات قاعدوا كلاسي نمبر 1 في فرنسا واللي عددهم 17 وعندها 53 اغنيه كلاسي في المراتب الاولى من اكثر الفنانات دخلا. في 2013 كانت اكثر فنانه فرنسيه دخل فلوس وين وصلوا الريفينيو نتاعها ل 4.7 مليون يورو. كانت عند عندها تعاون مع ستينغ في اغنيه ستولن كار اللي غناوها وعاودوها في 2015. شوف والله الحقوق والله مهازل والله. تو شوف احنا ايش نحكيو هادي حبوبه مثلا ناخذ مثال هادي حبوبه نورمالمون اذا كانوا جا في فرنسا راهو يقبض في 5 مليون طبعا ولا 6 مليون كل عام أكيد. اللي في الاخر بكل لي زارتيست البلاد هذيا مالوريزمون ما يتمتعوا بحتى حقوق والعرك الكل باقي على شويه حفلات على شويه بحاجات من الوزاره حفلات في الشط وناس تنبش في حكايه فارغين واللي به الفائده واللي لازم يتحكى فيه اللي هو الحقوق. صدقني وكان يشدوا في حكايه الحقوق تو ينساوا المشاكل نتاعهم الكل. فما الوضع الاقتصادي نتاع البلاد و... فما فلوس فما فلوس غازي مرصوده انس خليني نقول لك لانه في الاجتماعات راهو فيها فما فلوس مرصوده في الـ في الـ الوكاله نتاع الحقوق مرصوده مش موجوده قديش دي مليون دي دينار دي مليون مش دي مليون دي مليار معناها يا غازي 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 الفلوس هذوما هذوما لي ريفوني ما فماش هيكل صحيح ينجموا يتعاملوا معاه باش يعطيوه وباش هو يوزع خاطر الناس كل تخاف من انه تعطي والفلوس ما تتوزعش وما توصل يا غازي غازي تعرف قداش تعرف انت تاع سيد العارفين قداش سيدي تبيع غادي في في كي تدخل مغازان دو ديسك غادي قداش احنا هوني نحكي لك هوني هوني بدينار احنا الكاسيت هوني وقت اللي انا اول البوم هبطت والكاسيت كانت بثلاثة دينارات ايه. اقل مطرب وقتها في الوقت هذاك يعمل 400 و500 الف نسخه الميزون دو ديسك اللي هي مش لازم نسميهم توا هما استغناوا راهو الفيلات والقصورات والحوانت والدنيا الكل والمطربين قعدوا فرد بلاصه انا البوم الاولاني عملت 400 اكزامبلير خذيت 5000 دينار سي شنو عام 95 اول البوم لي عملت 400000 اكزامبلير 400000 ان توكا اليوم في العالم حتى الناس اللي هم الفنانين اللي رحلوا على المستوى العالمي عائلتهم وقعدوا اولادهم تو مره يظهر لي مع قريب كلود فرانسوا يظهر لي قالوا انا نعيش بالعمي ويظهر لي عمه هو ولا قالوا نعيش انا اللي غيتي نتاعو نعيش بالفلوس نتاعو يعني سامي راهو مبالغ مبالغ على العركه نتاع جوني هاليداي ما بين اولاده ومرته اولاده من مرة من مرته الاولى واولاده من مرته الثانيه دونك ومرته الثانيه اي على الحقوق خاطر سي دي غروس سوم ياما الغنايه معليش قلت لك خاطر غنيت دي زونشونتي اللي تباعت وقعدت كلاسي انا علاش تفكرها على خاطر مش نحبها على خاطر فرد وقت مع دي زونشونتي كانت في الهيت بارات في فرنسا ماخذه الاولى وغنيه معناتها يطير تيران مثلا وقتها جنز الروزس ولا وقتها فانيلا ايس ولا ايس اوف بيز تلقاهم الرابعين ودي زونشونتي معناتها اغنيه فرنساويه في فرنسا كلاس الاولى ليه معناتها شوف قداش باعت في فرنسا والديسك والسي دي تلقاه ب 20 اورو ب 30 اورو دونك عادي وانا ادخر مليارات الهادي جويني الله يرحمه صدقني نورمالمون راهو ياخذ تو عايلته راهم ياخذوا في فلوس مهوله حتى في فرنسا وقت اللي انا صغير في فرنسا نمشي للبلاصه اللي هي تبيع فيها لي سي دي نلقى الهادي جوين ويتباع حتى في فرنسا حتى في اي في الفناك وفي والله وندخل نلقى زاده ومتباع وبالكدا وين الحقوق نتاع الناس هذه؟ راهو هذوما ناس خلاو بالحق خلاو دي فورتون راهو نورمالمون على الاكستري مع ستينغ موجود
ستينغ ومن الفارمير ما فيش مي بون انا سوت ستينغ سوت ستينغ عبقري طبعا هي ما خذتش لون بلون كبيره بصراحه في فرنسا وي في فرنسا عالميه صوت شبه الفرنس جال شبه الفرنس جال انت تحكي على اللي عملت مامي كاموا شكون هي شو اسمها نسيتها وعملت وعملت الشخصيه ايديت بيان اللي شعرها قصير اللي شعرها قصير عملت مومي كاموا باتريسيا كاس باتريسيا كاس باتريسيا كاس هذوما اللي هما كي اون ماركي لا جينيراسيون تاع لي زاني 80 لي زاني 90 في فرنسا فما اللي عملوا تلقاهم غني وما عادش تعاود تلقاه مثلا ديجوني اون بي ذكروا لو بيج اي شو اسمه اشتر دانيال دانيال لا مش دانيال الاخر نسيت اسمه وعلى كل برشا فما اللي فما غني ضربوا المدربين تو عايشين بهم فانيسا بارادي مثلا جو لو تاكسي ما عملت جو لو تاكسي جو لو تاكسي لا عملت زوز ثلاثة عملت زوز دو تروا تو بعد مشات اكثر للتمثيل اي بيتيتر يلا عندنا توا الميتيو وبعد شويه الاخبار